الكلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 62 الامريكان ليبرد هاوند من اقدم الكلاب اللي اجت على امريكا مع المستعمرين، ومن اكثر الكلاب قدرة على الشم، ومن اقوى الكلاب من ناحية حجمها الصغير، فهي كانت تستخدم في الصيد. فعادي يلحق راكون، وعادي يلحق دب، وعادي يصيد سنجاب او كوغر اللي هو القط الكبير. فهو عنده قدرة مميزة انه بيقدر يلحق الفريسة لأميال وأميال، وكل اللي بيحتاجه ريحة خفيفة للضحية وهو بيكمل الموضوع. وغير هيك هو بندرج تحت كلاب الأشجار، فحتلاقي مجموعة من الكلاب حوالين شجرة بتنبح على الفريسة اللي حاصروها فوق. وللعلم هذه الفريسة ممكن تكون أكبر منهم كلهم. فهون الجماعة بتخلي الدب يتحول لحيوان جبان وما ينزل، حجمه متوسط وبيقدر يتحمل درجات الحرارة العالية وبيقدر يتحمل درجات الحرارة المنخفضة. لكن ليش ما تربيه؟ هذا الكلب عنده طاقة عالية وما بينفع يعيش في الأماكن الضيقة، ولازم يكون عندك بيت، والبيت لازم يكون في مساحة كبيرة برا عشان يقدر يلعب ويلفلف على راحته. مع انه كويس مع الاطفال لكنه ممكن يكون دفش مع الاطفال الصغار اقل من 3 سنين، وهذا بسبب طاقته. غير هيك لما تجيب جرو لامريكان ليبرد هاوند فحتشوفه متشوق انه يصيد وحابب يحس انه مفيد وبده يشوف شيء يلحقه ويتدرب عليه. فاذا انت جبته عشان عجبك منظره فانت هيك بتأذيه بدون ما تحس، وبتسبب له كآبة وبتسبب له تعاسة، وانت قصدك اصلا من الاساس شريف لانك بدك تجيب كلب وتدير بالك عليه. لكن اذا ما جبته للصيد فسيبك منه، مش لازم تربيه.